الرشيحة يا شعب ذولا أمنا ونعرف بمضيهم همهم العيش الكريمة إننا نعرف بيهم بعون الله والتحالف صعيد وحياهم نتخبهم كلنا صحنا وإحنا لمأيديهم دمهم نزب دمهم نزب جوهر ورحيق رضيبك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر أم ذاك الخال بذا أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على المجمر عجبا من جمرته تذكو وبه لا يحترق العنبر أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد عراق أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد فما عسى أن أصنعه. سادتي الأحبة، خير كلام كلام الله وخير ما نبتدئ به حفلنا البهي هذا آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم المقرأ حسين علي. نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. لا لا، إذا تقابلين على هذه الصوات بهذا التجمع ما أدري، راح أعيدها وأريد الصلوات واقعا تليق بمحمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقرأ إن شاء الله من سورة هود المباركة صفحة 226. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في منزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى
جبلي يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار إذن صلوا على محمد وآل محمد يا ريم العراق يغيد ما شفت لك شبه وعليك راسي كثر يا ابو المحاسن شبه شانون لك بالقلب لا تظن يطفى شبه وشلون يا منيتي قلبي بعد ينساك حاير بوصفك انا من يا ينس ينساك يا ذهب ما ظن ذهب مثلك بعد ينساك للموت ما بدلك يا من بديلك شبه يا من فرقتك راسي شبلها ونارك بالضلوع أصبح شبلها عيني لا تظن يحلى شبلها وأشوفك ذهب من تجبل علي حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا ومرحبا حياهم الله ونعم البركان ونعم بالبيرغ وأهل البيرغ وثلاثة نعام وكفوا تفضلوا استريحوا تفضلوا استريحوا
لشهداء صدر الإسلام إلى شهداء الحشد الشعبي نقرأ المباركة الفاتحة وقوفاً تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. سادتي الكرام، على وقوفكم نستمع إلى نشيد جمهورية العراق وقوفا. سنتم جزاكم الله خير الجزاء. شكرا. عجيب شلون ما تنمل، وعجيب شلون ساكن بالقلوب وكل شي يتبدل. بشخصك حيرتني وحقي من احتار، مو اول بشر باسرارك تمشكل، يعني مضيع عوارف تشهد الهدروب. شي دليني بيك وانا ما عندل، نبي وعقدة لسانة يحلها رب الكون. انا بمدحك عقدتي ولا اظن تنحل، ردت عبدي بجمالك قلت هاي تصير شاعر، وبجمالك اقدر اتغزل. شفتك تبتعد عن الاوصاف بعيد، وانت من الجمال المن وصف اجمل. قالوا بالكرم لو ردت تحكي وياه، موضوع الكرم لأهل الحجي يسهل. وبديت وورطوني وما قدرت الهاي، شفت الكرم يمك جاي يتوسل، سمعت يسولف ويمدح ويلهج بيك، وسمعت الكرم عن مسألة يسأل. منو قبل بشر صاروا ضيوف سيوف، مد لهم رقبته وللإجا ووكل. يا قرآن غيره الما تحمل صدور، على صدور السيوف الباشطة اتلزل. بس مستك شجاعة، بس ملتك شجاعة ومنحرك تصديق، واياتك عزم بالحرب تترتل. يا قربان العلى شفين زين ابصار، ورفعت بخشوع وصاحة تتقبل. لو لذنا بجمالك، لو لذنا بجنابك، مو عجيب عليك. انت ابن المطوع الانس ويا الجان بتارة، انت ابن الصميدة وداحي البيبان، ابن حامد دخيل المايز الجارة. واذا فضت بكرم بيك الكرم ميراث، طبع الحسن بيك الشبح خطارة. واذا شوريت واذا ترفض ظلم، ما اخذها من حسين وحسين اللي ضده يسولف اخباره. واذا شورت عندك بخت من عباس، وعباس الموصف صاحب الشارع. يا خيمة الشيعة الدوم
الشام فيضخين. او يا باب العلم يا الصايب افكاره، لو ما وسع صدرك جافت ابليس وتنور الفتن جا ما طفت ناره. يا سيد علي وجدك علي الكرار، دمنش ما غره نرخص لك اسعاره، تاج المرجعيه وإلك يحلى التاج والمذهب بزودك عالي اسوار. انا اول وطن، انا اول وطن ينولد فوق القاع من سحقة جدم آدم مواليده، وانا اول حرف واول كلام قال واول بلبل علقصوني تغريده، انا اول تلاوة بحجرة داود وجبالي التردد نغم تجويده، انا مهد النبوة الحضن نوح صغير حد ما بينت اخر تجاعيده، انا اسمي العراق من الازل لليوم لا يرضى بمذله ولا يرضى بقيده. سادتي الافاضل، قبل ان اترك المجال الى سماحة الدكتور، اطلب من السادة الاعزاء المرشحين الصعود إلى المنصة والوقوف. تفضلوا تفضلوا، جزاكم الله خير جزاء، حياكم الله أمل العراق، حياكم الله يا من تبنيتم برنامج ابشر يا عراق. ابشر يا عراق مو شعار، ابشر على عراق بعد احنا ما نستهلك شعارات استهلاك، لا لا هذا اكل الدهر عليه وشرب. ابشر يا عراق مسؤولية، ابشر يا عراق برنامج للتصحيح، ابشر يا عراق ميزان للمحاسبة، ابشر يا عراق يعني انت تلزم اي واحد من هؤلاء وتقول له اوقف وين سويته؟ أنا شعارات استهلاك ما بعد ما أجامل، أنا أريد أصحح مسيرة أخطاء متراكمة، ويجب أن تكون المسؤولية أولاً على من تبنى ووضع على عاتقه هذا البرنامج هو سماحة الشيخ، وأنت قدها شيخنا. سادتي الأكارم، سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي زعيم ائتلاف ابشر يا عراق، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. هاي راح أعيده من رقص طابور، هاي راح أعيده. أفلح من صلى على محمد وآل محمد بأعلى أعلى الأصوات. لحفظ العراق، لتحقيق الأمان، لتصحيح المسير، ارفعوا الثالثة بأعلى الأصوات. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما سمعناه عن المثنى والسماوة في محبتها لأهل البيت يختلف عما نسمعه اليوم، هم في المقدمة دائما وفي حماسة عالية دائما. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أحسنتم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من دواعي الاعتزاز والمنة من الله تعالى علي أن أكون بين أحفادي رجال ثورة العشرين، الثورة التي انطلقت من هنا، فجرت من هنا، واستمرت في معظم العراق ولم تنتهي إلا بقرار من هنا. وبالتالي كنتم أنتم يا أحفاد أبطال ورجال ثورة العشرين أذليتم بريطانيا، وبسببكم قررت أن تنسحب لكثرة الخسائر التي أوجدتموها. أنتم أبناء من وقف مع المرجعية العليا في كل مواقفها، في مواجهة الطاغوت، في مواجهة صدام، في مواجهة داعش. أيديكم على الزناد دائما من أجل الله ولأجل العراق ومن أجل الحفاظ على الكرامة. من دواعي الامتنان والاعتزاز أن أكون في خدمة أبنائي وإخواني هؤلاء المجاهدون السماوة المثنى، رجالها كانوا في المقدمة في خدمة أبي عبد الله الحسين في محرم في الأربعين. أنتم كنتم دائما تبحثون عن التكليف، أعينكم تنتظر وأسماعكم تنتظر ما يأتيكم من المرجعية، لا كسل عندكم ولا تواني ولا إحباط. دمتم قوما عشائر منسجمة متحابة متعاونة، الأمن والاستقرار في أماكنكم. فطوبى لكم من جماعة من عشائر كريمة شجاعة متحابة متعاونة. السماوة لها موقعها في تاريخ العراق، في كل هذا التاريخ من زمن العثمانيين والبريطانيين، فترة الطغاة وفترة الاحتلال، وكنتم بعده أيضا في الميدان وحاضرون في كل مكان، في كل مواطن تستدعي رجال شجعان أوفياء لا يخافون الموت، مستعدين للتقديم من أجل الله ومن أجل الوطن. فجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لله أن أكون في خدمة هؤلاء الأعزاء الكرماء عشائر المثنى وعشائر السماء وأبنائهم الأبطال الخيرين. السماء ويجب أن تكون أفضل مما هي عليه الآن. نعم قطعا هناك تحسن ما بين ما قبل السقوط وما بعد السقوط، الكل يشهد بذلك. نحن زرنا السماوة مع آية الله شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه، وألقى كلمة في الملعب هنا، لكن السماوة اليوم غير السماوة قبل في 2003، لكن هذا لا يلبي الطموح. ما زالت هناك مشاكل يومية لأبنائنا في مدارسهم، لبيوتنا، في مياههم، في شوارعنا، في مستشفياتنا. ما نراه اليوم لا يلبي الطموح الذي رسمنا له وعزمنا على أن يكون العراق غير هذا العراق. نعم هناك تحسن، تقدم، إنجاز، لكن لا يلبي الطموح، قطعا لا يلبي الطموح. عراق بعد 20 سنة يجب أن يكون أفضل، يملك من الأموال الكثيرة. صحيح واجهنا الاحتلال، الشعب العراقي واجه الاحتلال وكانت مشكلة، منعت من البناء، ثم بعده الحرب الطائفية ومنعت من البناء، وبعده داعش ومنعت من البناء، لكن يجب أن يكون وضعنا أفضل في كل محافظاتنا، وخصوصا المحافظات المجاهدة التي قدمت الكثير شهداء وأبطال وثوار. يجب أن تكون السماوة أفضل، هذا ليس شعار، هذا قرار وتصميم.
واخترنا ابشر يا عراق لأننا واثقون أن الأمور ستكون أفضل، ويجب أن تكون أفضل، والمستقبل أفضل من الأمس. وشاهدنا هذه السنة، هذه السنة التي تحمل فيها الأخ السوداني رئاسة الوزراء، لم تدوم سنة لكن كان فيها استقرار. في هذا الاستقرار وجدنا كثير من المشاريع والإنجازات والملفات التي فتحت، سواء في موضوع النزاهة أو في موضوع الإعمار أو في موضوع قناة التنمية أو في موضوع المدارس أو في موضوع المستشفيات أو في موضوع بيوت السكن وما شابه. سنة واحدة ترون كل يوم في الأخبار وتسمعون وترون أن هناك يجري، هناك عمل، هناك متابعة، هناك إنجاز. ابشر يا عراق تمتلك هذه الرؤية، رؤية أن عراقنا يجب أن يكون أفضل بسواعد أبنائه، أن عراقنا يجب أن يكون أفضل لأنه يمتلك الكثير من الفرص في نفطه، في مياهه، في أراضيه، في رجاله وفي نسائه، في العقول المبدعة، في شبابه الطموح. كثير من البلدان أقل منا إمكانيات، سواء في النفط أو في المساحة أو في الفرص، لكنها تقدمت لأن هناك استقرار وهناك إرادة. كان هناك استقرار وهناك إرادة وهناك برنامج ورؤية. نحن في إبشر يا عراق ليست هي قائمة حزب، وليست هي قائمة انتخابية فقط، هي مشروع متكامل يعتمد على الشعب وبإرادته، عازم على أن نقيم عراقا مقتدرا وحياة كريمة لكل أبناء الشعب. سنتابع، نلاحق كل المسؤولين الفاشلين، كل المسؤولين المحبطين، سنستنهض عزائم الشباب وقوة الشعب التي بها يمكن أن نقيم عراقا مقتدر. حكومة بمفردها لا تستطيع أن تنجز شيء، قد تنجز شيئا لكن بطيء وفيه كثير من الفشل، من خلال الشعب، بمراقبة الشعب، بمتابعته، متابعة الطيبين الوطنيين المخلصين الحريصين، نستطيع أن نعجل من الزمن في تحقيق كل هذه البرامج التي نؤمن ونسعى لها. الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، فرصة لوضع مسار مجالس المحافظات على المسار الصحيح. مجالس المحافظات ليست مجلس ابتزاز ولا إعاقة، وليس مجلس من أجل هذا الحزب أو ذلك المكون، إنه مجلس يخدم المحافظة والمحافظة أولاً. بالكم أن تأتوا بي الذين يفكرون بأنفسهم أولاً. مجلس المحافظة ينبغي أن يفكر ليل نهار في شؤون المحافظة، في المناطق المستضعفة، في الشباب العاطل عن العمل، في الخراب الموجود في الشوارع أو الفشل الموجود في المشاريع. مهمة مجلس المحافظات من يمثلكم، نريد أن يكون في مجلس المحافظة من هو مثلكم، طيب، حريص، شجاع، محب لمحافظته، يعتز بالانتماء إلى محافظته، يفكر بمحافظته ولا يفكر بنفع له أو لحزبه أو لكيانه أو. لذلك حرصنا في اختيار المرشحين أن يكونوا بين أهل خبرة حتى يعرفوا من كيف تؤتى الأمور وكيف تدار المسائل، وبين شباب، والشباب يملك الشجاعة ويملك الطموح ويملك الإبداع. يجب أن نفكر بطريقة جديدة في علاج مشاكلنا، ولا نكرر الطرق السابقة خلال 20 سنة أو قبلها في علاج مشاكلنا أو في مواجهة التحديات. يجب أن نبدع، أن نستفيد من التجارب، أن نكون في الميدان حتى نعرف المشكلة بجوانبها. في خيارنا للمرشحين الأعزاء
أردناهم أن يكونوا ميدانيين، لا تقيدهم المكاتب أو الكرسي، حاضر معكم في كل المجالات والميادين، في مزارعكم، مدارسكم، مستشفياتكم، شوارعكم، يطلع ويرى ويسمع، وأن يكون متواصل معكم، لا يجلس في بيته فقط أو يغلق تليفونه، أن يفتح بابه، أن يقيم مجلس أسبوعي أو شهري بحضور المشايخ الكرام ويحاسب ويشرح ماذا يقوم وأين المشكلة. نريد في المرشحين من المواصفات التي اخترناها أن يكونوا نزيهين، كفى فساد، كفى تجاوز على المال العام، يجب أن نكون حريصين على المال العام أكثر من حرصنا على أموالنا. أردنا من المرشحين أن يكونوا ميدانيين نزيهين وأصحاب خبرة ولهم الشجاعة في تشخيص الأخطاء، لا يسكتوا عن الأخطاء وإنما يتابعون ويلحون ويستمرون في تعديل المسار. ابشر يا عراق لها رؤية تنسجم مع رؤية الأخ السوداني في موضوع الإعمار والخدمات ومواجهة الفساد ومسألة إيجاد فرص عمل. هذه رؤيتنا، هؤلاء هم سيقيمون هذه الرؤية ويجعلوها واقع، ولكننا نريد لمجالس المحافظات أن تأخذ منحى آخر، لا يجلسون فيما بينهم يناقشون. نريد كما في مجلس النواب تعرض مناقشات النواب ويعرف هذا كيف تحدث وذاك ماذا أراد وهذا كيف صوت. نريد مجالس المحافظات أن تكون شفافة، ما يجري فيها يعرفها أبناء المحافظة ويتابعوها. السماوة ومثنى برجالها وتأريخها أغلى وأغلى وأغلى من أن تباع بأثمان رخيصة. من أجل ساعة أو يوم أو يومين بمال بسيط يحاولون أن يستفيدوا من طيبتكم أو يخدعوكم بعناوين وشعارات كبيرة. محصوا من تختارون، محصوا من تختارون، تأكدوا منهم، اختبروهم، وثقوهم في مواقفهم، كلماتهم، وعودهم. لا تكون الأموال البسيطة تجعلكم تسلمون هذه المحافظة العزيزة الكبيرة برجالها وتاريخها إلى من يفكر بنفسه أو يريد أن ينهبها. هذه مسؤوليتكم، هذه فرصتكم في أن تختاروا من يمثلكم في أخلاقكم، طيبتكم، إخلاصكم، وطنيتكم. لا تسلموا المحافظة لأي من كان، خاصة من عرفتموهم واختبرتموهم. قد بعضكم يقول أنا لا أريد أن أدخل في هذا الميدان، هذا الميدان فيه قيل وقال، فيه سياسة وأموال، دع هذه الأمور لأهلها ولنجلس في البيوت أو ننشغل في العبادة أو نشتغل في أعمالنا. أعزائي، في السياسة وفي الحياة ليس هناك فراغ. إذا أنت تترك التصويت وتترك الاختيار لأنك طيب ووطني ونزيه ومخلص، يأتي غيرك ممن لا يمتلك هذه الصفات فيختار من يمثله ويكون مثله. 18-12 واجبنا جميعا، خاصة المحبين للسماوة والمثنى، الحريصين عليها وعلى أبنائها وعلى مستقبلها، الطيبون، النزيهون، المخلصون، المتدينون، المحبون، يجب أن يكونوا في المقدمة في يوم 18-12، في يوم التصويت، في يوم اختيار المرشحين. الجلوس في البيت فيه إشكال، لأنك تستطيع أن تأتي في الطيب، لأنك تستطيع أن تأتي بالنزيه، لكن تتوانى وتجلس ليأتي غيرك ممن يأتي بهم من على غير صفاتك. جلوسك وأنت تستطيع أن تؤثر عليها حساب، حساب وطني، حساب عرفي، حساب أخلاقي، وقد حساب شرعي،
أنت تستطيع أن تأتي بالطيبين، فلماذا تترك هذه الفرصة ليأتي غيرك يختار ممن هم ليسوا من مثلك؟ لذلك علينا أن نكون حاضرين إن شاء الله بكلنا، بأنفسنا، بإخواننا، بعشيرتنا، بعوائلنا، بأبنائنا، لنختار من يكون يمثلنا ويشبهنا في أخلاقه ونزاهته وحرصه ووطنيته. هذه مسؤولية عامة، والحمد لله أن التجربة ما بعد 2003 جعلت القرار في إدارة شؤون البلد بأيديكم، بعد أن كانت تأتي عبر الدبابة أو عبر الانقلاب العسكري أو عبر الحزب الواحد، الآن هي بأيديكم، وهذه فرصة قد لا تتكرر. لذلك علينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نستثمرها بكل ما نستطيع من أجل تحقيقها. أنا في خطابي في الرميثة في ذكرى ثورة 20 تحدثت عن دور الشعب في صنع المعجزات، وقلت أن الشعب العراقي عندما تعاون ومد يده ما بين الحكومة وما بين الشعب أنجز المعجزات، وكانت هذه المعجزات في 40، وما زال العالم أبحث عن سر 40 في مدينة صغيرة تستقبل هذه الأعداد من الملايين، 20، 23، 24 مليون، وبدون مشاكل وفي سياق أمني جيد. الشعب والحكومة استطاع أن ينجز شيئا أبهر الخليج في 25 خليج في البصرة، واستطاع الشعب أن يستقبل هؤلاء الزوار ويضيفهم بأخلاقهم العراقية المعروفة. إذن الشعب يستطيع إن تعاونت الحكومة معه أو تعاون مع الحكومة أن ينجز المعجزات. نحن أمام مشروع نريد في إبشر يا عراق، نريد أن ننجز المعجزات، لكن ليس بالدعوات فقط، وإنما من خلال الحضور والعمل والمشارك. المعامل إذا فتحت، المعامل الوطنية إذا فتحت سواء كانت حكومية أو أهلية، هل تستطيع أن تنافس المنتج الذي يأتي من الصين أو من دول الجوار؟ هذه لها سنين طويلة ومكائن ومصانع حديثة، وبأيدي بسيطة تستطيع أن تنجز أكثر أفضل مما ينجز في العراق أو في المثنى وأرخص. إذن النتيجة ماذا ستكون؟ ستكون أن نغلق معاملنا وعلينا بالاستيراد، ومعنى ذلك أن أموالنا تذهب إلى الخارج وأبناءنا بدون عمل. هذه الظاهرة يجب أن تنتهي. لا تستطيع الحكومة وحدها أن تنهي هذه الظاهرة بدعوى اضبطوا الجمارك والمنافذ، بدعوى دعم المنتج المحلي وتجد فيه هذه الملاعيب وتلك. الذي يحسم الموقف والذي ينهي هذه اللعبة هو أنتم، عندما لا تشتري إلا العراقي حتى لو كان أقل نوعية من الأجنبي، عندما تحرص على أن لا يدخل إلى المثنى إلا ما ينتج في المثنى مما هو يمكن أن ينتج، عندما تبحث أين العراقي لأجده حتى لو كان أكثر سعرا، عند ذاك مالك سيذهب إلى أخيك الذي يعمل في المعمل، مالك سيكون لأخيك الذي سيأتي معك ليبني معك هذه المحافظة. بهذه الطريقة نستطيع أن ننهي هذه اللعبة التي مع الأسف كثير من المسؤولين لا ينتبهون لها أو لا يريدونها أن تنتهي، وكثير من التجار يريدون أن يبقوا تجار ولا أن يكونوا أصحاب مصانع. القضاء على البطالة، إيجاد فرص العمل لا تكون إلا بأن يتعاون الشعب مع الحكومة في مقاطعة المنتج غير العراقي، في دعم المنتج العراقي. والحمد لله اليوم أنا زرت بعض المعامل والمصانع الموجودة عندكم، والحمد لله المثنى كانت في الحسابات من أفقر المحافظات، أكثرها حرماناً،
لكن اليوم أنتم صعدتم وجيرانكم الديوانية أصبحت أكثر حرمانا منكم بفضل موضوع المعامل، لكن تبقى هذه المعامل قد تنتهي إلى الفشل إذا لم يدعمها الناس، إذا لم يفضل العراقي على غيره، إذا لم يحرص العراقي على منتجه، إذا لم يفتخر العراقي إلا أن يلبس ويأكل ويشرب من العراقي ومن أيدي عراقية وبمال عراقي. بهذه الطريقة نستطيع أن نحقق فرص عمل أفضل ومعامل أكثر وعيش أفضل لكل أبناء المحافظة. هذا هو مشروعنا القادم في أبشر يا عراق، والقرار لكم. نحن مشروع من أجل عراق مقتدر وحياة كريمة إلى الناس. أنا من هنا أبارك لغزة الصابرة، حققت نصرها بصبرها، بصبرها حققت نصرها وعزتها. الأمة عندما تجتمع تصنع المعجزات وتواجه أكبر البلدان، كما واجهت غزة بشعبها أولا وبمقاومتها ثانيا. أعتى طغيان هذا العصر أمريكا وإسرائيل. إذا نستطيع أن نصنع المعجزات، وأمامنا غزة وكثير من البلدان عندما كان الشعب هو صاحب القرار، وكان الشعب هو الذي يدعم نفسه ويفتخر بنفسه ويثق بنفسه. مستقبلنا زاهر لأنكم أنتم حاضرون في الميدان، مستقبلنا أفضل لأنكم ستختارون من يمثلكم ويكون مثلكم، مستقبلنا سيكون أحسن لأنكم ستكونون معنا في كل، مع الحكومة، معنا جميعا في كل مشاريعنا المختلفة، وستكون المثنى في المقدمة لأنها آمنة، ستكون مثنى في المقدمة والسماء في المقدمة لأن عشائرها منسجمة متحابة متعاونة، يحكمها الأخلاق وتأريخها مجيد، وإن شاء الله مستقبلها سيكون موضع اعتزاز وفخر لكل العراقيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أني راهنت الإعلاميين، قلت آخذ شعار أبشر أبشر يا عراق منا ويتردد كأحسن شعار منا، أخذه راهنتهم وقلت لهم راح أطلع بهذه. تجاوبني أبشر أبشر يا، بس أريد صوت عالي. هذا صوتي يصيح من كل الأعماق، أبشر أبشر يا، لا عالي عالي لأنه راهنت. هذا صوتي يصيح من كل الأعماق، أبشر أبشر. هذا صوتي يصيح من كل الأعماق، يا همام وياك ننهض بالعراق، يا همام وياك ننهض بالعراق. ابشر ابشر يا عراق بهمة الغيارة، ابشر ابشر يا عراق بهمة الطيبين. شكرا لكم سادتي، شكرا على حضوركم، شكرا على الإنصات، شكرا على هذا الحضور البهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ لهم بجهاد سنين، ضحوا للوطن والدين وبدمهم وفا، أهل السياسة ولهم يشهدون ولعيون الشعب تدرون ذهل الرشيحة. دمهم نزف واستشهدوا للقاع ذهل